الأستاذ محمد صابرين الكاتب الصحفي، مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني من خلال متابعة حضرتك لجلسة مجلس الأمن، طبعا من يستمع للرواية من طرف يشعر أن الطرف الآخر يعني لابد أن يعدم ولا محالة، يعني وطبعا ده دأب أزمنة الحرب أنه ما بيبقاش فيه معلومات كافية، بل دلوقتي أصبحت الجبهات المختلفة قادرة على أنها تزيف وتفبرك بعض المعلومات او حتى الصور او الفيديوز. يعني فما رايك في كلمه فلوديمير زولينسكي النهارده امام مجلس الامن واقتراح اصلاح مجلس الامن من خلال طرد روسيا من حق الفيتو؟ يعني حضرتك يعني ملاحظه في منتهى الذكاء، انه كما هو معروف انه الحقيقه هي اول ضحيه من ضحايا الحروب. صحيح. واللي احنا بنشوفه هو يعني نحن في ذروة الجهد الدعائي لشيطنة روسيا وتصويرها على أنها يعني دولة يعني مارقة. يعني ده جهد دعائي وجهد دبلوماسي. الحرب اللي احنا بنشوفها بتدور روحها على أربع جبهات، في الجبهة العسكرية، وهنا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية رغم أن هم بيعلنوا أن هم لن يتورطوا في الحرب، ولكن هناك جهد يعني تدريب وإمداد بالسلاح وأسلحة متطورة ومعلومات استخباراتية ومعلومات عن طريق الأقمار الصناعية، جهد اقتصادي من خلال العقوبات الاقتصادية وما إلى ذلك، وهناك أيضا الجهد الدبلوماسي اللي احنا شفنا تبعاته انه طرد 260 دبلوماسي روسي من 10 دول خلال الفتره اللي فاتت، وفي الجهد الاخير او المعركه الاخيره وهي معركه الاعلام وكميه الدعايه وكميه الاخبار المزيفه، ولما نضم كل هذه الجبهات على بعض دي بتدينا لمحه حوالين صورة الحرب الهجينة وصورة الحروب في القرن 21، واللي يعني علينا أن نتذكر أنه الحروب في كل أشكالها وفي جميع العصور هي ليست شيئا جيدا، ولكنه في الحروب يعني يحدث دمار ويحدث يعني قتلى ويموت الكثير من الأبرياء، وبالتالي على المستوى الإنساني وعلى المستوى العاطفي نحن نتعاطف جميعا مع ضحايا الحروب، ولكن في ما يطلق عليه السياسة الواقعية فالأزمة التي نحن بصددها زي ما الأمم المتحدة قالت هذه هي أخطر أزمة بيواجهها النظام الدولي، وسوف يعني يتم تاريخ ما قبل حرب أوكرانيا وما بعد حرب أوكرانيا. أنا لا أعتقد أنه دعوة زيلينسكي لطرد روسيا من مجلس الأمن سوف تتحقق، هذه مسألة يعني بعيدة المنال، لأنه فيما لو تم هذا الإجراء صعب بل مستحيل، وربما يطلق عليها حق يراد به باطل، لأنه لو كان بيتكلم على روسيا بس فهو بيتكلم على مصلحته، لكن الحق في الموضوع أنه لا يجب أن يستمر 5 دول فقط يتحكموا في مصير العالم، وكل دولة منهم عندها مشاكل شبيهة، يعني الصين عندها مشكلة مع تايوان شبه، وروسيا كان عندها مشاكل أنهار، يعني لما الواحد مثلا عملوا جلسة علشان سد النهضة كله سكت لأنه كل دولة منهم عندها مشاكل شبيهة، لكن زي ما دعا الرئيس السيسي لإصلاح المنظومة بالكامل وأنه القوة ما بقتش زي الأول وأنه على الأقل لازم يكون هناك مقعدين لإفريقيا دائمين، عشان كده عايز أسألك ما بعد، بقى حضرتك قلت هيؤرخ لما قبل وما بعد، ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية بتتصور اتزانات القوة تبقى عاملة إزاي؟ يعني أعتقد أنه يعني في حالة يعني خسارة روسيا خسارة يعني صعبة، يعني سوف نعود بشكل كبير إلى عالم القطب الواحد، ويعني سيكون هناك نوع من السطوة. وهل ده وارد يا فندم؟
ده روسيا هي اللي عماله تؤكد على انها اتت ثمار العمليه العسكريه كامله، وان عندها طلبات من اول يوم ما بتتغيرش، والطرف الثاني هو اللي عمال يتنازل. اوكي موافقين على وضع محايد، موافقين على اننا ما ننضمش للنيتو، موافقين يعني عمالين يولولوا بس، لكن الحق على الارض. ما انا عايز اكمل. اتفضل يا فندم. ده احد السيناريوهات، وسيناريو صعب، لان روسيا والصين وكثير من الدول يعني اللي هي بتتنفس استعضاء، اللي هي ضاقت ذرعا باستفراد الولايات المتحدة الأمريكية ونظام القطب الواحد والمآسي التي حدثت من غزو العراق وضرب ليبيا والمشاكل الكثيرة. صحيح. في العالم العربي، ومشاكل كثيرة التي لا يتحدث يعني عنها الإعلام الغربي، اللي هو بيقدم صورة واحدة، يعني حتى صورة ليست احترافية ولكنها صورة مبالغ فيها، وصورة أقرب إلى الدعاية الفجة التي لا تلتزم بأي نوع من المعايير، ولا تعطي أي قدر من المساحة لوجهات النظر الأخرى، ولا تقدم دليل موضوعي على ما تسوقه بكميات. وهناك قدر كبير جدا من الازدواجية المعايير ومن صحيح. النفاق. هل كنت تقصد ان الاعلام ما بيقدمش معايير مهنية صح؟ الاعلام الغربي اللي هو تحول الى اعلام دعائي بيسوق رؤية واحدة وكده، لانه علينا يعني في وسط هذه الدراما ووسط هذه الامور الكثيرة، لماذا قامت الحرب من الأساس؟ أوكرانيا والغرب رفضوا مبدأ حياد أوكرانيا، والآن كل الكلام كله على أنه نقطة الاتفاق الوحيدة اللي ما بين أطراف النزاع هو العودة مرة أخرى إلى هذا الموضوع. طيب السيناريو الثاني بقى اللي هو أقرب للتحقيق إيه؟ السيناريو الثاني اللي هو الأقرب للتحقيق، واللي احنا بدأنا نشوف الرصاد بتاعته، أنه يعني بعيدا عن الدعاية الغربية، الصين يعني لها مصلحة كبيرة جدا في التحول من نظام القطب الواحد إلى النظام متعدد الأقطاب. أيوة. روسيا بالتالي، الهند رفضت الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا واستمرت في تعاونها مع روسيا. الدول العربية وقفت على الحياد ولم تتجاوب مع الانخراط النشط في الموضوع، وبرزت كقوة عدم انحياز وكقوة عقلانية تدعو إلى حل النزاعات بالسبل السلمية، وركزت على أنه هناك مخاوف أمنية مشروعة للدول يجب أن يتم النظر إليها بشكل موضوعي وتفهم، لأنه في واقع الأمر بقية العالم الآن يدفع ثمن حرب لم يسعى إليها. صحيح. وليس له ناقة فيها ولا جمل، ولكنه بيدفع تبعاتها من غلاء الأسعار ومن غلاء النفط والغاز وهلما جرى، بالإضافة إلى أن كل المؤشرات بتقول نحن أمام أزمة سوف تستمر إلى حد ما لوقت طويل، لأنه الغرب يصعد ويريد أن يجعل من أوكرانيا يعني مستنقع لاستنزاف روسيا وشيطنتها. شكرا. ولكن في الأغلب أنه لن يستطيع أن ينجح، لأن روسيا قوة لابد من التفاهم معها على المسرح الدولي. شكرا جزيلا أستاذ محمد صابرين الكاتب الصحفي.